أهالي أم العمد ومن يجاورها، مرحبا ومسهلا فيكم. هذه روضة موجودة عندكم، من أجمل الروض اللي أنا شفتها بصراحة، مش مجاملة والله، من أجمل الروض لسبب أو لسببين أو ثلاثة. خلينا نقول أول شيء، المبنى هذا مبنى يعني بنوع أنه هو يكون روضة، مش فيلا وكذا، لا هو مبني أنه يكون روضة. اثنين، المساحة الخارجية الحلوة اللي تشوفونها قدامكم هذه. ثلاثة، راح تشوفون بعد شوية أيضا الروضة من داخل، وراح تعرفون ليش قلت لكم أن من الروض الحلوة الجميلة اللي أنا زرتها، وراح تعرفون تفاصيل المنهج وأيضا تدريس اللغة العربية والقرآن، راح تعرفون أيضا عن الأنشطة الموجودة، طريقة التدريس، المدرسين، تفاصيل كثيرة إن شاء الله تهم كل ولي أمر. مرحبا سيدة سارة، وياريت تعطينا فكرة عن هذه الروضة. معك سارة الإمام، مديرة روضة ستيب فورورد. طبعا الروضة موجودة بمنطقة أم العمد، شارع المجمعة. نحن من أشد متابعينك أستاذ حسن، وأهلا وسهلا فيك بالروضة. نحكي ناخدك بجولة قصيرة ونفرجك على المكان ونحكي تفاصيله. طبعا هلا انتقلنا مع الاستاذ حسن نشوف الروضه من داخل. هذا طبعا الريسبشن معانا، حناخذكم هلا بجوله قصيره حول المكان لنطلعكم على كل الاقسام تبع الروضه. واهلا وسهلا. طبعا هذا المبنى هو مصمم ليكون بناء روضه، وهو مقسم عنا ل 13 فصل، سته حيكونوا فصول كجوان وسته راح يكونوا فصول كجيتو. وهلا بناخذكم بجوله سريعه لنفرجيكم صفوف من الداخل. حسن، نحن هلا بصف من الصفوف النموذجيه للكي 2. طبعا هذا الصف يتبع منهج بريطاني مثل الروضه. طبعا المتحدثين هون اللغه اللي راح يتحدثوا فيها الطلاب مع المساتذه اللغه الانجليزيه فقط، حيكون معهم طبعا تيتشر من جنسيه غير العربيه، يعني عشان تكون مع بريتش اكسنت. من مميزات هذا الصف طبعا انه احنا استعمال الشاشات الذكيه، واحد طبعا احدث الوسائل التعليميه موجوده مثل ما حضرتك شايف بالمكان، وان شاء الله يا رب يعني راح ناخذ الاولاد معنا برحله تعليميه رائعة مع الألعاب والوسائل التعليمية اللي موجودة على الطاولة. مثل ما شفنا وسمعنا، تجهيزات مخصصة لأطفالنا تناسب أعمارهم، سواء كانوا كيجي 1 أو كيجي 2، بالإضافة طبعا إلى تجهيزات أخرى وأهداف أخرى إن شاء الله راح نشوفها مع بعض. طبعا استاذ حسن، هون نحن موجودين الحين بالمكتبه. هي المكتبه المدرسيه بتضم مجموعه من الكتب، سواء باللغه العربيه باللغه الانجليزيه والوسائل التعليميه المفيده للطلبه، مع نظام الاستعاره الاسبوعي. يعني ممكن الطالب ياخذ الكتاب معه على البيت يقرا قصه مفيده، يساعدوا اهلي على تحسين القراءه عنده ومهارات الكتابة. طبعاً هذا الشيء كثير راح يساعد على تقدم الطفل، بالإضافة لأنه كل الصفوف مجهزة بكاميرات تكون تحت المراقبة، خاضعة للمراقبة من قبل الإدارة بشكل دائم. يعني بالنسبة لمتطلبات تسجيل عنا، في عنا أول شغلة ملف بملول الأهالي، في معلومات كاملة عن الطفل، عن عدد الأخوات، عن الأمراض اللي هي يعني شغلات صحية، شغلات بتخص الولد هو والأهالي، فبيملوا هذا الملف كامل مع بعض متطلبات تسجيل الأوراق اللي هي بتخصه زي الكيو آي دي، الباسبورت، هالأمور هي. في كذا يعني تقريبا 5 أو 6 متطلبات يعني لازمة للطفل. بالإضافة للمنهج البريطاني راح يدرس اللغة العربية والقرآن الكريم بشكل دوري وبشكل يومي إن شاء الله، لضمان استمرارية الأطفال تحدث باللغة العربية، وكمان ما ينسوا مبادئ التربية الإسلامية تبعيتنا. So this is Rafif. She's one of our KG1 students and we just started. We have followed the British curriculum. Some of our staff does not speak Arabic at all. That's me. I don't speak Arabic at all, and we try to make always a student approach, and we try to develop the student on their strong points, always to go a step forward from the heart, a step forward in education, a step forward to the future. Yeah.
طبعا الحين نطلع مع عيالنا خارج ونفرجيكم ساحة الألعاب الخارجية. طبعا هي مقسمة لعدة أقسام فيها جميع الألعاب اللي بتناسب أعمار الكيجي 1 والكيجي 2، وطبعا المصممة بطريقة دقيقة لتكون تأمن نظام الحماية بشكل كامل لهم، وأكيد طبعا هي مطابقة لكل المواصفات الوزارية. طبعا بالإضافة للمنهج البريطاني المعتمد عندهم تدريس اللغة العربية والقرآن الكريم، وأيضا هناك تقارير دورية للأهل عن مستوى الطفل وأنشطة تعليمية وترفيهية ومعلمات مؤهلات وصفوف نموذجية مجهزة بوسائل تعليمية. طبعا الحين التسجيل مفتوح ان شاء الله بمنطقه ام العمد شارع المجمعه، تسجيل مفتوح لاعمار بين 3 سنين للخمس سنوات كي جي 1 والتمهيدي ان شاء الله. حياكم طبعا ويا عيالكم، وبتمنى من كل اولياء الامور اللي بيجوا، نحن متواجدين بين الساعه 8 الصبح للساعه 2 الظهر للتسجيلات، ونتمنى يكون كل ولي امر مصاحب لطفله لحتى نعمل له تقييم مبدئي لحال طفله ويتم عمليه التسجيل ان شاء الله. اهلا وسهلا فيكم. إذا بتسألني عن رأيي الشخصي، أنا أقول لك خذ ولدك أو بنتك وديهم المكان نفسه وخلي يشوفون الروضة، وأنت هناك وهالأرقام عندك أيضا اسأل استفسر وبعدين قرار لك، والله يوفق الجميع.